العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، موعد تغطية إخبارية جديدة نرصد فيها أبرز أهم التطورات للأحداث. وفي تغطيتنا نلقي الضوء على أبرز التطورات السياسية والميدانية الجارية في أوكرانيا، وكذلك نرصد ملف إيرلندا الشمالية وتفاصيل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي ملف آخر نتناول الاستراتيجية الفرنسية في القارة الإفريقية مع بدء زيارة أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في القارة. أهلا بكم من عاصمة الخبر، ونبدأ بتطورات الأوضاع في أوكرانيا والحرب هناك. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده نجحت في إفشال مخطط الغرب لتقسيمها. جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع لممثلي الأقاليم الروسية، حيث أكد لافروف أن موسكو تمكنت من إحباط المخطط الغربي لتفكيكها وعزلها، واستطاعت ضمان التعاون مع أغلبية دول العالم، مشيرا إلى أن روسيا ماضية في تعزيز علاقاتها التجارية الدولية. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال أيضا إن الغرب لديه أوهام بأنه قادر على القضاء على روسيا، مؤكدا أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقا لن يتكرر. وأضاف ميدفيديف أن رغبة الغرب في تمزيق روسيا كانت نتيجتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منوها إلى أن الغرب يهتم فقط بمصالح الخاصة وبدفع روسيا إلى الهاوية. وشدد ميدفيديف على أنه ليس بحاجة إلى عالم لا توجد روسيا به، مشيرا إلى أن مصانع الأسلحة والذخائر الروسية عززت إنتاجها بنحو 10 أضعاف. إلى ذلك قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم أنه لا يستطيع كسب الحرب الآن، لكنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالخسارة. وأكد بيرنز أن بوتين الذي يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا عازم فعلا وواثق جدا بقدراته على استنزاف أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي يواصل حربه بدلا من السعي إلى مخرج. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن يجب أن تركز حاليا على مساعدة أوكرانيا في استعادة المناطق على خط التماس. وأضاف سوليفان أن مسألة مصير شبه جزيرة القرم ستبحث في المستقبل. وأكد سوليفان أن واشنطن بحاجة إلى التركيز على الأهداف الآنية والعمل بسرعة وحسم لمساعدة الأوكرانيين على استعادة الأراضي على طول خط التماس، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول في نهاية المطاف إلى مرحلة دبلوماسية من الصراع الروسي الأوكراني. وأوضح سوليفان أن الهدف الرئيسي هو تقوية أيدي الأوكرانيين في ساحة المعركة حتى يكونوا في أقوى موقف مع أكبر قدر من النفوذ عندما يصلون إلى طاولة المفاوضات على حد تعبيره. للمزيد من المتابعة والتعليق ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو السفير ألكسندر زاسبكين المسؤول أو الدبلوماسي السابق. سيد ألكسندر أهلا بك معنا في هذه التغطية.
ماذا يعني لديكم في روسيا قول الاستخبارات الأمريكية بأن بوتين يعلم أنه خاسر في هذه المعركة لكنه لابد من المواصلة فيها؟ مرحبا. بطبيعة الحال نحن لا نثق أبدا بالمخابرات الأمريكية، وهدف للمخابرات ليس يعني التوضيح الصورة الحقيقية ما يجري، بل تشويه الأمور، فلذلك لا يمكن على أي واحد أن يعتمد على هذه المعلومات. في الحقيقة أنا أشارك التصريحات الأخيرة للافروف أو لميدفيديف، بمعنى أن المعركة روسيا التي تخوضها روسيا في أوكرانيا ضد الغرب، ليس فقط ضد نظام أوكراني، معركة وجود روسيا، والهدف الغربي تفكيك روسيا. هذه الحقيقة معروفة لنا منذ الوقت، ولا يزال هذا الوقت سار المفعول. بالنسبة لمن يخسر ومن ينتصر، فالآن موازين القوى تقريبا متساوية، ولا يتفوق الطرف على الطرف الثاني، لأن كمية السلاح كبيرة. السلاح الغربي يوصل إلى أوكرانيا على طول، والمجمع الصناعي الروسي بيشتغل بشكل جيد. عديدا القوات المسلحة الروسية أقل شوية من الأوكرانية، ولكن عم بيحاربوا أفضل من الجيش الأوكراني. هناك تقدم للجيش الروسي في منطقة دونباس، بالتحديد الموضوع بخموت، وعلى قيد الاستيلاء على هذه البلدة. في الجبهات الأخرى تقريبا تبادل بنيران، وما فيش هناك النجاحات الميدانية كبيرة. ونحن في انتظار الموسم الربيع، وهل تتغير شيئا ولا أعرف أحد، لأنه حتى الجبهة المستقرة بتصير تنهار نتيجة مثلا إذا كان الطرف غير قادر على مواصلة نتيجة نقص في الكوادر مثلا. فلذلك سابق لأوانه أن نتحدث اليوم عن كافة السيناريوهات بعد شهر أو بالتأكيد شهرين. سيد ألكسندر، الكثير من التفاصيل سأراجعها معك في هذه المقابلة، لكن اسمح لي أن أقرأ هذا الخبر ونعود لاستكمال الحوار. التقى الرئيس الروسي بشار الأسد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته الحالية لدمشق، وخلال اللقاء وجه الرئيس السوري الشكر لمصر وشعبها على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء. وعقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، حيث نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تشمل تركيا أيضا، وقال بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية إن الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين عقب كارثة الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الحالي. وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين.
إذن كانت هذه أو كان هذا خبرا عن زيارة وزير الخارجية المصري إلى سوريا، ومن ثم من بعد ذلك سيزور تركيا. بالتأكيد هذا الخبر سيكون في التحليل والمتابعة في الساعات المقبلة من القاهرة الإخبارية. نعود إلى ملفنا وملف الأزمة الأوكرانية والحرب فيها، وضيفي من موسكو السفير ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي السابق. سيد ألكسندر، توقفنا عند السيناريوهات المطروحة ربما للأيام المقبلة. أنت قلت أن الربيع المقبل لا نعلم كيف سيكون السيناريو، خاصة وأن الحديث في وسائل الإعلام والسيناريوهات المقترحة من المحللين أن هنالك ربما ستكون مواجهة شرسة بين الجانبين، وربما أن يكون هناك هجوم وهجوم مقابل. لكن أريد أن أسأل حضرتك، وهو سؤال ربما يعني يتوارد للكثيرين، حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن الهزيمة في هذه الحرب تعني تمزيق روسيا، كذلك ميدفيديف اليوم ويوم أمس تحدث بنفس السياق. على ماذا يستند الرئيس الروسي أو السيد ميدفيديف في حديثه حول تمزيق روسيا؟ لماذا إلى يعني إلى هذا الحد من النهاية المأساوية لروسيا إذا ما خسرت هذه الحرب؟ هذه قصة طويلة عريضة، ونعود إلى تفكك الاتحاد السوفيتي، ومن هنا كلام روسيا اليوم أنه لا نحن لا نكرر ما حدث مع الاتحاد السوفيتي. وعندما تفكك فالقيادة الجديدة الروسية شخصيا يلسن كان يعتقد أنه دخلنا مرحلة صداقة ما بين أمريكا وروسيا، ما بين أوروبا وروسيا، ولكن اتضح سريعا أنه لا، أنه هناك التوسع الغربي مستمر تجاه روسيا لخلق المشاكل الداخلية في روسيا نفسها، وإشعال فتن الحرب في بعض المناطق، وعلى سبيل المثال كان الحرب في شيشان، وكذلك التوتر في المناطق الأخرى. فحتى يلسن أدرك في نهاية المطاف، ولو كان ساذج وكان يريد أن يعتبر كلينتون صديقا، اتضح له أنه هذا مش مظبوط، وأمريكا بلد عدواني وتريد الاستفادة من الموارد والثروات الروسية، وخاصة لدينا أورال ولدينا سيبيريا، هذا لديها الأهمية الاستراتيجية للأوروبيين الذين كانوا يحصلون على الطاقة بأسعار رخيصة، ولكن كانوا يسعون إلى الحصول عليها مجانا. فبالتالي أنه تفكيك الروسية للدويلات الإمارات أو شيء، هذا حلم الغربي، ونحن كنا نعرف ذلك. فبالتالي يعني استعادة قدرات الروسية لها أهمية مصيرية لهذا البلد. طبعا هناك نقص أن الجمهوريات السوفيتية وقفت عدد منها حتى ضد روسيا مثل أوكرانيا، فلذلك موازين القوى الآن أصعب مما كانت بوجود المعسكر الاشتراكي بالقيادة الاتحاد السوفيتي. ولكن ما هو موجود لدينا، ومضطرين لنعتمد على القدرات الروسية ونخوض هذه المعركة في ظروف الجديدة وبشراكات الجديدة، شراكة مع الصين بدرجة أولى، شراكة مع الهند، ولكن ما فيش أمامنا خيار آخر. ونحن نعرف أن عدد كبير من الدول، ولو
شكليا تصوت إلى جانب الغرب ولكن لا تريد هيمنة الغربية، وهذا كان دائما حتى في عهد قطبين كانت مثلا الدول العربية أكثريتها كانت تريد أن لا يكون احتكار الأمريكي في العالم، ونفس الشيء الآن هناك أكثرية الدول تريد تعددية الأقطاب. نعم، طيب زيد سيد ألكسندر، الحديث اليوم بتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان عندما قال أن مسألة مصير شبه جزيرة القرم ستبحث في المستقبل، هل وفق قراءتك الدبلوماسية هل ذلك يدل لديكم على أن ربما هنالك تحضير لمفاوضات لحوار ينهي هذه الأزمة هذه الحرب هذه المسألة عندما يستثني اليوم، وهذا ربما جديد أو حديث على الخطاب الأمريكي باستثناء جزيرة شبه جزيرة القرم من المفاوضات؟ أنا بصورة عامة أستبعد التفاوض ما بين روسيا والإدارة الحالية الأمريكية. بعد تغيير الإدارة ممكن يحدث شيئا، ولكن مع بايدن وإدارته وسوليفان هذا أنا ما لا أرى أفق لهذا التفاوض، خاصة إذا طرح موضوع الكرم. الموضوع الكرم ونحن نعرف أنه كان حلم الغربي أمريكي بدرجة أولى قبل الأحداث أن يكون في الكرم القاعدة البحرية نتوية. طبعا بعد الانقلاب في كييف في سنة 14 والإجراءات المناسبة حسب الاتفاق نظام كييف مع الناتو، فبالتالي أنه رئيس بوتين أسقط هذه الخطة والانضم الكرم إلى روسيا، وفشلت الخطة إقامة القاعدة البحرية النطوية في الكرم. الآن يعودون مرة أخرى إلى هذا الموضوع كأنه من نتائج مسبقا عم بيقولوا نطلب من نتائج الحرب الكرم تحت سيطرتنا، وفي روسيا يدركون ذلك جيدا، يدركون خطورة لهذا الاقتراح، فبالتالي هذا مرة أخرى يدل على أن روسيا لن تتجاوب ومطالب العدوانية الغربية تجاه الروسية. وبكل تأكيد ليس فقط الكرم بل أربع مناطق الأخرى دنباس وخرسون وزاباروجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية مسجل في الدستور، فلذلك احتمال أي مفاوضات القادمة يكون هناك على أساس أن هذه الأراضي روسية. نعم، طيب سيد ألكسندر، لو توقفنا عند تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحديثه أن بلاده نجحت في إفشال مخططات الغرب وتقسيمها، وسألتك عن هذا الموضوع، ولكن السؤال الآن عندما يقول أن روسيا استطاعت أن تحبط الخطط الغربية بتفكيكها وعزلها واستطاعت ضمان التعاون مع أغلبية الدول، هل ما هي المؤشرات لديكم بأن الواقع الخريطة الجيوسياسية بين روسيا وبقية الدول أصبحت إيجابية أكثر، بالتالي تستند روسيا إلى ديمومة هذا الصراع؟ يا سيدي، نحن الآن وسط طريق وسط المعركة، ومثلا النتائج الحرب في أوكرانيا سوف تحدد أشياء الكثيرة موازين القوى على الصعيد العالمي، هذا أولا، فبالتالي نحن نركز على هذا الموضوع. الشيء الثاني أنه نحن نعرف أن عدد كبير من الدول، طبعا بدرجة أولى الصين الشعبية والهند، الدول الكبيرة التي تريد وتسعى دائما إلى ممارسة النهج المستقل،
هناك طبعا الدول أخرى مثلا دول صغيرة أو متوسطة التي تحسب حساباتها كأنه التعاون مع الأمريكا ومع الغرب هذا يعني أثقل وأضمن ويضمن الأشياء لهذه الدول. فلذلك لكل حديث حديث، وواحد ممكن أن يختار الجيران للتعاون أكثر من ما مع الدول البعيدة. حاليا في روسيا من بين الخبراء مطروحة الفكرة إقامة المناطق المالية الاقتصادية في المستقبل، يعني بعد فشل وحتى الآن ما وصلنا إلى هذا، ولكن من المتوقع أن النظام المالي السابق قيادة الدولار هذا سوف يفشل في نهاية المطاف نتيجة ما يجري. والآن روسيا مثلا تنطلق أكثر فأكثر على التعاون على أساس العملات الوطنية في الإطار الصناعي أو إطار عدة دول. فهناك فكرة أن تكون مثلا في منطقة آسيا عدة دول تتعاون بينها على أساس عملات وطنية وشبه مستقلا عن الدولار. في المنطقة الأخرى بتصير القواعد أخرى والعملات أخرى وإلى آخره. فهذا تقريبا الصورة المحتملة للعلاقات المتساوية، كيف ممكن أن نضمن علاقات متساوية. هل نحن نحقق هذا بعد شوي أو هذا يتطلب 10 سنوات؟ نحن لا نعرف، ولكن هذه هي استراتيجية طويلة الأمد. نعم السيد السفير ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي السابق، وافر شكر لك على هذه التفصيلات في هذه الساعة، في تغطية هذه الساعة، شكرا جزيلا لك. أيضا للمزيد من التفصيل ينضم إلي من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، أهلا بك حسين. ماذا قرأ المراقب الروسي لديك حسين لتصريحات وزير خارجية سيرجي لافروف أن بلاده نجحت في إفشال مخططات الغرب في تقسيمها؟ نعم رعد، بعد التحية، ما صرح به وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بأن موسكو استطاعت أن تفشل وتهزم المشروع الغربي بتفكيك روسيا وهزم روسيا في المعركة الحالية، هو بالتأكيد أمر لمسه الداخل الروسي ولا سيما المواطن الروسي. بعد فرض الغرب عقوبات اعتبرها بوتين على أنها حربا اقتصادية تم شنها على الاقتصاد الروسي، خبراء الاقتصاد تحدثوا عن أن هذه العقوبات بحجمها التي فرض من قبل الجانب الغربي هي أكبر دولة تعرضت إلى حجم عقوبات في العالم هي روسيا، حيث تجاوزت 10 حزم من العقوبات على الاقتصاد الروسي، على الثقافة الروسية، على الفن الروسي، على الرياضة الروسية، إضافة إلى عدة شرائح من المجتمع الروسي طالتها هذه العقوبات. ما صرح به لافروف لمسه المواطن الروسي بأن الحكومة الروسية استطاعت رعد من خلال الإجراءات بأن تتكيف مع هذه العقوبات، وأيضا استطاعت من أن تواجه هذه العقوبات من خلال إجراءاتها. أيضا أشار لافروف إلى أن مجموعة البريكس هناك عدة دول تطالب بالانضمام إلى هذه المجموعة، وهذا أمر مهم جدا حسب الخبراء هنا في الداخل الروسي، نظرا إلى أن مجموعة البريكس تعني وتؤكد ما تطمح إليه روسيا وما تتحدث عنه دائما بأن العالم سيكون متعدد الأقطاب وأن القطب الأمريكي أو زمن هذا القطب قد ولى على الساحة الدولية، ولعله منظومة بريكس أو مجموعة بريكس هي من أهم العوامل التي تؤكد الطموح الروسي والحديث عن أن بعد 24 فبراير 2022 أي بعد تاريخ العملية العسكرية. نعم حسين، لن يكون قبل أي هذه العملية. حسين شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، ربما أيضا سنكون معك في مناسبات أخرى لتوضيح أكثر
حول ما يجري هناك. شكرا لك حسين من موسكو. الآن ننتقل إلى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة باجتماع مجلس حقوق الإنسان. إلى هناك. ونرى أيضا حول العالم معاداة السامية، تعصب ضد المسلمين، اضطهاد المسيحيين، العنصرية، الإيديولوجية الفوقية، وكلها في تزايد، كراهية ضد أقليات إثنية، لغوية، دينية، مثليين ومثليات وغيرهم من الأقليات الذين يتعرضون للتحرش والكراهية. حقوق المرأة. ننتقل الآن إلى العاصمة السورية دمشق ومؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري، فإلى هناك. عندما يأتي السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى دمشق، عندما يأتي وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى دمشق، فهو يأتي إلى بيته وإلى أهله وإلى بلده. كان لقيادة مصر ولشعب مصر دورا كبيرا في مواجهة النتائج الكارثية للزلزال، والمساعدات التي وصلت من جمهورية مصر العربية تعبر عن التحام الشعب المصري مع شقيقه الشعب السوري. لا يمكن أن نتجاهل في هذه اللحظات أيضا استقبال الشعب المصري والقيادة المصرية للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب الإرهابية على بلدنا. أنا أود أن أقول بأن السيد الوزير التقى صباح هذا اليوم مع سيادة الرئيس بشار الأسد، وكان هنالك حوار ونقاش موسع حول آثار الزلزال وحول العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا الشقيقين. أرحب مرة أخرى بالسيد الوزير وأدعوه للحديث إليكم. شكرا جزيلا معالي الوزير، أنا سعيد بهذه الفرصة وشرفت صباح اليوم لقاء السيد الرئيس بشار الأسد لأنقل إلى فخامته رسالة فخامة الرئيس السيسي للتضامن والمواساة مع الشعب السوري الشقيق، واستعداد لاستمرار تقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة الآثار الزلزال. طبعا نعزي لفقد الأرواح ونتمنى للمصابين بالشفاء العاجل. علاقات تربط بين الشعبين علاقات راسخة وقوية ومتمازجة، ونعمل دائما على تضامن والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، وتتطلع بأن تتجاوز سوريا الآثار المترتبة على هذا الزلزال، وسوف نستمر في توفير ما نستطيع من مساعدات إنسانية. هذا الزلزال وما أتى به من آثار كان محل ألم وانزعاج شديد من قبل الشعب المصري، وسوف نأخذ من هذا مجال لتكثيف جهودنا لتوفير هذه المساعدات. حتى الآن قدمت مصر ما يزيد عن 1500 طن من المساعدات، ونتطلع إلى ما قد تحتاجه سوريا. ووصلت أيضا مع معالي الوزير للاطلاع على الجهود المبذولة من الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة، ما طلعت به الحكومة السورية في تخفيف الأعباء على كافة المواطنين السوريين، وإن شاء الله سوف نستمر في التواصل من أجل هذا الجهد الإنساني
الضروري في هذه الآونة. أي انفتاح عربي على مصر يفقد قيمته، أي انفتاح عربي على سوريا يفقد قيمته ما لم تفصل مصر عليه. لماذا لا تعيدون العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها معالي الوزير، خصوصا أن السوريين ربما يقدرون كثيرا زيارتكم اليوم على اعتبار أن مصر تحظى بمحبة كبيرة في الشعب السوري، له مكانته لدى الشعب المصري، والهدف من هذه الزيارة هو هدف في المقام الأول إنساني لنقل التضامن على مستوى القيادة ومستوى الحكومة ومستوى الشعب المصري للشعب السوري. تصور في هذه المحن نحن نتعامل على أرضية ما يربطنا من أواصر إنسانية، هذا هو ما نركز عليه في المرحلة الحالية. هل يجب تطرق عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ سعيد واحدة خطوات مصرية أخرى. هل هناك حديث عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ كما أكدت فنحن على أتم استعداد بما لدينا من موارد أن نوفر كل سبل الدعم الإنساني لمؤازرة أشقائنا في سوريا، وهذا سوف يتم بالتنسيق الكامل كما كان من منذ البداية مع الحكومة السورية ووفقا للأولويات التي تحددها. شكرا. إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، بعد أثناء زيارة سامح شكري إلى هناك. وأسباب الزيارة كما ذكر شكري هو تقديم الدعم الإنساني لسوريا، وأن مصر على أتم الاستعداد لتوفير كل الدعم الإنساني بعدما وفرت أكثر من 1500 طن من المساعدات. هي تسعى الآن لتكثيف الجهود لتقديم مساعدات أكثر. كما قال شكري أن العلاقات المصرية السورية راسخة وقوية، ونعمل على التضامن لمواجهة التحديات بالنسبة لسوريا في مواجهة الزلزال، ناقلا تعازي ومواساة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس السوري بشار الأسد لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا مطلع هذا الشهر فبراير. بالمقابل قال فيصل المقداد بعد الترحيب بوزير الخارجية المصري، كانت لقيادة مصر وشعبها دورا كبيرا في مواجهة كارثة الزلزال، ولا يمكن أن نتجاهل استقبال مصر للمواطنين السوريين الذين فروا من الحرب. للعودة واستكمال ملف الحرب في أوكرانيا والأزمة هناك، أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد يبحث مقترحات الصين للتسوية في أوكرانيا. وأضاف بوريل أن المبادرة لا تمتلك نقاطا مهمة كافية. أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرقي البلاد أو شرقي البلاد، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة. وفي مرسوم رئاسي أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا التي تخوض معارك ضارية في منطقة دونباس. وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في الخطاب اليومي له يوم الجمعة الماضي، وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022. للمزيد من المتابعة والتعليق انضم إلينا عبر سكايب من كييف محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، أهلا بك في هذه التغطية. ما الذي يدفع زيلينسكي لإقالة قائد بهذا المستوى موسكاليوف في ظل التحضير لعمليات عسكرية يقال عنها إنها ستكون الأضخم في تاريخ هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ تحياتي لكم. يعني كما ذكرتم لا يوجد سبب واضح تم الكشف عنه لهذه الإقالة،
من السلطات الرسمية الأوكرانية، وقد يكون ذلك في إطار يعني التنقلات في المهام أو في المناصب، وهذا حدث من قبل في بعض المناصب العسكرية. أعتقد هذا أنه قد يأتي في ظل كما ذكرتم الاستعداد لهجوم أوكراني واسع في الربيع. لا أعتقد أن يعني هذه الإقالة يعني تحمل في طياتها إشكالية أو نقص معين كبير. نعم سيد محمد، عفوا. طيب إذا لم يكن هنالك أي شيء وللتحضير، لكن التحضير نحن ندخل الآن على مرحلة الربيع، فبالتالي وأنت تعلم يعني بصفتك كباحث في سياسي عسكريا، عملية التحضير لأي معركة يعني تحتاج تحضير الخططي لأي معركة يحتاج أشهر، فأنت تدخل الآن على مرحلة حسم كما قال زيلينسكي أكثر من مرة، وقال كذلك بوتين في أكثر من مناسبة مرحلة الحسم الآن، فألا يعد ذلك مؤشرا سيئا بالنسبة للجيش الأوكراني حاليا؟ يعني حقيقة لا أحد يستطيع البوح عن أسراره العسكرية، ولدى السلطات في أوكرانيا وخاصة المؤسسة العسكرية أسرارها وخططها حول هذا الموضوع الذي لا تتأثر بشخص معين هنا أو هناك. يعني شاهدنا قبل شهر عندما سقطت الطائرة بوزير الداخلية الأوكراني وأدت إلى وفاته، الوزارة تعمل في كفاءتها وكل شيء على ما يرام. نعم. فبالتالي لا أعتقد أن إقالة هنا أو هناك ستؤثر في الخطط العسكرية أو المواجهات العسكرية، وشاهدنا عندما كان يعد الأوكرانيون في الصيف الماضي بأنهم عند بداية سبتمبر 2022 في حين ستكون هناك يعني عملية أوكرانية، وقامت أوكرانيا بتلك العملية ونجحت باسترداد مناطق في خارطف وخيرسون، لم تكن هذه العملية تتأثر بقائد معين هنا أو هناك، بل بخطة كاملة وشاملة للاستعادة. طيب سيد محمد، موضوع المبادرات الآن، يعني مثلا تحدثوا قبل يومين عن مبادرة صينية، هنالك أيضا حديث اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي سيليفان، يعني في معرض حديثه قال احتمال أننا سنؤجل الحديث عن جزيرة القرم الآن إن حصلت مفاوضات، هل هنالك شيء يطبخ يعني لتقديم مبادرة على وفق معلوماتك حول الحرب أو الأزمة الأوكرانية الروسية اليوم؟ يعني حقيقة في الآونة الأخيرة ومنذ أن سمعنا بالمبادرة الصينية ومنذ ذكرى هذه الحرب في 24 قبل أيام، يعني هناك كثير من التحليلات التي قد تخمن بوجود شيء ما يدور، فيعني رغم عدم يعني ثقة الجانب الغربي والولايات المتحدة في الصين يعني كوسيط محايد، إلا أن تداول هذه المبادرة أو تداول تلك النطاق قد يوحي بشيء ما. وهنا أود أن يعني أشير إلى أمر مهم، بالأمس عندما كان وزير الخارجية المملكة العربية السعودية يعني في كييف، يعني الموضوع لا يتعلق حسب اعتقادي الشخصي بمساعدات، هذه المساعدات كان يمكن يعني باتصال هاتفي أو بلقاء بين المندوبين في الأمم المتحدة لتسليمها. أعتقد أن أيضا هذا مؤشر يحمل في طياته الكثير، قد تكون من المفاجآت الإيجابية للدور العربي في هذه الأزمة قد يساهم في حل هذه المشكلة. أعتقد أن هذه كلها مؤشرات سواء الغربية أو الصينية أو التصريحات أو زيارة وزير الخارجية السعودي تحمل مؤشرات إيجابية إن شاء الله. طيب سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن المبادرة الصينية وحديث جوزيف بوريل اليوم أن الاتحاد يبحث مقترحات الصين للتسوية في أوكرانيا، على الرغم من أن هذه المبادرة لا تملك نقاط مهمة كما قال كافية، هل هنالك توافق أوكراني وفق اطلاعاتك على قبول هذه المبادرة، ولماذا رفض زيلينسكي هذه المبادرة قبل يومين بسبب موضوع السيادة ورحب بها يوم أمس؟ يعني حقيقة يعني لا يوجد أي أوكراني يعني في أوكرانيا يستطيع أن يتنازل عن شبر من الأراضي، والمبادرة الصينية أو النقاط الصينية لا تحمل يعني بصريح العبارة الانسحاب الكامل للقوات الروسية. قد يرحب، هو رحب بلقاء الرئيس الصيني أن يلتقي به ويناقشه في هذه المبادرة، أما أن يتنازل، وبالعكس نجد روسيا أيضا بالموقف المضاد تعتبر الأراضي التي احتلتها هي أراضي أصبحت جزء لا يتجزأ من أراضيها. ولكن أعتقد أن المهم لدى الجميع
أن ينجحوا في جمع الطرفين على طاولة المفاوضات، من هنا تبدأ الخطوة الأولى التي قد يكون لها ما بعدها في تيسير الأمور بين الأطراف، يعني الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية والوطنية والقومية لكلا البلدين، حينها إن كانت رغبة لدى الطرفين بالاستمرار بتلك المفاوضات سوف يجدون حلا. طيب سيد محمد، اليوم إذا ما تحدثنا ميدانيا، روسيا تتحدث عن تقدم بكيلومترات، يعني قبل 4 أيام تحدثت أو 5 أيام تحدثت عن 4 كيلومترات تقدمت، يوم أمس تقدمت 2 كيلومترين في على طول الساحة أو الجبهة الشرقية إن صح التعبير. كيف يتلقى المتابع الأوكراني لهذه التصريحات، وما هي الإجراءات الأوكرانية المقابلة أو المضادة؟ يعني على هذا الموضوع أود أن أذكر يعني أنه من تاريخ 23 فبراير قبل 4 أيام ساد هدوء غير معهود وغير مسبوق منذ بداية الحرب، خاصة في العاصمة كييف وفي معظم المناطق الأوكرانية. يعني الجميع في الشارع الأوكراني ترقب قصف روسي خاصة بالطائرات أو بغيره في هذه الذكرى، مع تسليط إعلامي كبير من الفضائيات والوسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية حول هذا الموضوع، ولكن لم يحدث شيء. لنفاجأ للأسف أنه منذ بداية الليلة الماضية بدأ التصعيد الروسي من جديد. كانت العاصمة كيف قد قصفت ب 12 طائرة بدون طيار هذه الليلة وتم إسقاطها جميعا. صباحا منطقة زاباروجيا قصفت بصواريخ S-300 الروسية. الآن في هذه اللحظات يدور الحديث عن بعض طائرات بدون طيار من منطقة زاباروجيا تتوجه إلى منطقة كيف. كانت هناك حالة إنذار جوي. إذن يعني نحن الآن نشهد من بداية التصعيد، ولكن موضوع كيلومتر أو كيلومترين يعني نحن لا نتحدث بهذا الشخص بهذه الأمور، نتحدث بالمناطق الاستراتيجية والجغرافية. يعني منذ أن بدأت الحرب في 24 فبراير من عام 2022 تمكنت القوات الأوكرانية من تحرير قرابة 48% من أراضيها، وهنا تأتي المعادلة وتأتي النسبة. ما زالت يعني القوات الأوكرانية تحافظ على كثير من مواقعها وخاصة بخمود التي لا أستبعد أيضا أن تسقط بيد القوات الروسية، ولكن يعني هناك محاولات لعدم جعل روسيا تنجح في تحقيق أهدافها بعد عام كامل من تلك الحرب. نعم سيد محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي، كنت معي من كييف في هذه التغطية، وافر شكري لك لهذه الإضافة في تغطيتنا، شكرا جزيلا لك. تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إنجلترا لمناقشة التعديلات على البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ما بعد بريكزيت. كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه من المقرر أن تجتمع فوندرلاين مع الملك تشارلز اليوم للتوصل إلى اتفاق محتمل على تعديلات البروتوكول. للمزيد من التفصيل تنضم معي دكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين والكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة معنا في هذه التغطية. بداية للتوضيح فقط، لماذا هذه الأزمة، حتى يعلم المتابع ماذا يجري، لماذا هذه الأزمة بخصوص إيرلندا وبريطانيا من جهة، وأيضا بريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؟ تفضلي دكتورة. تعرف هذه هي محنة كبيرة مستقرة وغير قابلة للتزحزح في وقت قريب. هناك ملفات صعبة وحاسمة، هناك صراعات داخلية وانتقادات من قبل الحزب وخارجه بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، لكن الوضع الآن، الأزمة المعيشية التي نعيش بها، مواجهة التضخم، داون ستريت تريد أن تكون أكثر واقعية وتعقد اجتماعا مع بروكسل حتى تطالب بالمزيد من التفاوض للتوصل إلى صفقة ترضي أنصار البريكزيت وأيضا مجلس العموم اللوردات وأيضا الاتحاد الديمقراطي الرافض حتى اللحظة عن حقه في تمزيق إجراء مهم في البروتوكول من جانب واحد.
أنتم تعلمون جيدا أنه في فترة السبعينيات عبر الشتاء السخن والتسعينيات عبر الفضائح، فإن الاستقالات أعقبت الاستفتاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عادت اليوم لتخيم مع فارق كبير تتعلق بمحنة اقتصادية غير مسبوقة، غزو روسيا على بلد أوروبي، تراكمات الفضائح والتحايل، وأيضا إضرابات تشل الحياة اليومية. الكثير الكثير من الملفات العالقة الآن. لم تنجح حكومتنا حزب المحافظين المتعاقبة في البث فيها. إذن يمتلك اليوم سوناك ميزات لم يمتلكها قبله زعماء حزب المحافظين، مثل تريزا مي عندما استقالت بعد فشل سريع في الحصول على دعم من الحزب. وأيضا إذا ذهبت إلى ديفيد كاميرون الذي خسر الاستفتاء بعد فشله في الفوز بقضيته المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن سوناك اليوم أيضا يخشى من مصير استقالة بعض وزرائه الذين لا يحل لهم ما في البروتوكول الأيرلندي في هذه الفترة. نعم. فتكون هناك خطوات مشجعة مع الحكومة البريطانية بشأن العقبات المرتبطة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية. أعتقد أنه من واجب الطرفين إيجاد حل، والاتصالات الأخيرة التي تبدأ اليوم بين يعني بالتأكيد المشكلة يجب أن تحل بين الطرفين، خصوصا أن 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 الموضوع موضوع اقتصادي، وكما أفهم الأزمة أن إيرلندا الشمالية وإيرلندا عموما هي ضمن الاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاقيات حول الاقتصاد المشترك بين إيرلندا وبريطانيا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب إعادة الاتفاقات والبروتوكولات بينهم. على كل حال دكتورة سامية، بالتأكيد سنقف مع حضرتك ومع المحللين حول تفاصيل أكثر حول هذا البروتوكول، ولكن في مناسبات أخرى أعتذر منك فقط لضيق الوقت. الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين والكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. يبدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة للقارة الأفريقية اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يوضح ماكرون اليوم أيضا في خطاب قصير بقصر الإليزي استراتيجيته بشأن أفريقيا للسنوات الأربع المقبلة، والتي تأتي تحت عنوان تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية، وذلك قبل جولة إلى أفريقيا. وسيزور ماكرون الجابون وأنغولا والكونغو والكونغو الديمقراطية. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيحدد أهداف زيارته وعلى نطاق أوسع أولوياته ونهجه في تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الإفريقية. للمزيد من التفصيل حول هذه الزيارة ينضم إلي من مارسيليا مراسل القارة الإخبارية خالد شقير. خالد، أهلا بك في هذه التغطية. لو أطلعتنا على أهم الملفات التي يمكن أن يذهب بها ماكرون إلى أفريقيا، وما هي الأهمية التي يوليها ماكرون لهذه القارة وفق تصريحاتهم؟ نعم، بعد التحية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة وصفت بالمهمة لتوضيح الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية التي ستتخذها فرنسا في الأيام والسنوات القادمة خلال فترة ولايته، الأربع سنوات الباقية على فترة ولايته. الحقيقة فرنسا كانت قد تعرضت لأزمة وتشويه حسب تصريحات الرئيس الفرنسي الذي كان قد أطلقها من جنوب شرق فرنسا من مدينة تولون الفرنسية في الأشهر الماضية، وكان قد تحدث على أن وزارة الجيوش والدفاع الفرنسي بعد مطالبة بلاده بمغادرة القوات من مالي ثم الآن من بوركينا فاسو، نستطيع القول أن الرئيس الفرنسي اليوم هذا الخطاب هو خطاب منتظر ليس فقط من قبل فرنسا، ولكن من قبل الدول الأوروبية التي أدركت الأهمية القصوى الاستراتيجية للعلاقات الأوروبية الأفريقية. سبق في تصريح سابق للرئيس الفرنسي وبعض من المسؤولين الغربيين يأكدوا على أن القارة الأفريقية القارة الأقرب
إلى القارة العجوز ويجب التعامل معها. هناك أيضا من ينظر إليها كمصدر جديد للغاز بعد مرور عام على الحرب الأوكرانية الروسية. هناك الكثير من التحديات وسط محاولات صينية وروسية للتغلغل داخل القارة الإفريقية. هذه الزيارة هي زيارة لأربع دول كما وصفت، إلى أنغولا والجابون وإلى الكونغو الديمقراطية والكونغو. ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الفرنسي قمة لحماية الغابات في الجابون، وهذه يعني هذه الكلمة المنتظرة في قصر الإليزي للرئيس الفرنسي وصفت بالمهمة. وتدارك الموقف تجاه القارة الإفريقية، موضوع تدارك الموقف خالد، يعني الرئيس الفرنسي انسحب عسكريا من مناطق كثيرة من إفريقيا، وربما تسبب ذلك في مشاكل لفرنسا قبل غيرها. هل هنالك من تعليق فرنسي حول هذا الموضوع؟ هل هنالك من عودة عسكرية إلى هناك؟ الحقيقة فرنسا حسب تصريحات الرئيس الفرنسي دائما كانت تتعرض إلى إساءات ومحاولة لإعادة إحياء الماضي الاستعماري لها لبعض هذه الدول الإفريقية، ولهذا هناك محاولات لتدارك الأمر، ولهذا هو يقوم بهذه الزيارة وأيضا تقديم الدعم والأمن الغذائي، حيث أن إفريقيا تعتبر ثاني أهم المناطق التي تأثرت بالحرب الأوكرانية، والأمن الغذائي سيكون على جدول هذه الزيارة، والتعاون العسكري والاستراتيجي، وبصفة خاصة أن فرنسا تشارك بقوات حوالي 3000 جندي في قوات برخان التي هي متواجدة في منطقة الساحل لمحاربة ومكافحة الإرهاب. إذن فرنسا ستقوم بمسؤولياتها، وهي تتصدر الدول الغربية لتقديم المساعدات اللازمة للقارة الإفريقية حتى لا تترك الساحة خالية لقوات فيغنير من ناحية، ولروسيا والصين أيضا التي هما يعتبران أحد أهم القوات المتواجدة حاليا في القارة الإفريقية. فرنسا تحاول استعادة دور فرنسا وتقريب القارة الإفريقية أكثر إلى القارة العجوز، والتعاون بين القارة العجوز والقارة الإفريقية اقتصاديا، وعملية الاستثمار وتقديم المساعدات للقارة الإفريقية ستكون بالتأكيد على المحك، وليس التواجد العسكري فقط بل تغيير الاستراتيجية. طيب خالد، هل هنالك من معلومات عن الوفد المرافق لماكرون الذاهب إلى هناك؟ هل هنالك من معلومات عن من سيرافق ماكرون في هذه الزيارة؟ هل هنالك معلومات عن اتفاقيات سيتم توقيعها بهذا الخصوص؟ أما أن الكلام ما زال حتى الساعة كلام عام. حتى الساعة ما زال كلام عام، ولكن من المنتظر أن يكون مع الرئيس الفرنسي وزير الجيوش والدفاع سيباستيان ليكيرنو، وأيضا وزير الاقتصاد الفرنسي، وبعض من الوزراء الفرنسيين، ولكن تبقى هذه مجرد توقعات. سننتظر خطاب الرئيس الفرنسي والإعلان عن الوفد المرافق له رعد، وسنواصل معك تقديم المساعدات على القاهرة المعلومات عفوا على القناة القاهرة الإخبارية في الساعات القليلة القادمة. طيب خالد، في عقالة، يعني ربما موضوع ليس موضوع الزيارة، هل من جديد حول موضوع قانون التقاعد؟ نعم رعد، بالتأكيد قانون التقاعد سيدخل حيز المناقشة تحت قبة المجلس الشيوخ الفرنسي اعتبارا من يوم الثلاثاء، اعتبارا من يوم الغد، ووسط أنباء عن أن سيحدث بعض من التغيرات أو تغييرات على بعض من بنود هذا المشروع. وكان الرئيس الفرنسي خلال جولته في المعرض الزراعي تحدث عن أهمية العمل لفترة أطول من خلال ودافع عن مشروع قانون التقاعد، وذلك حتى لا يتم فرض الكثير من الضرائب على الفرنسيين. وما زلنا أمام أسبوع أو الهدوء قبل العاصفة، حيث من المنتظر أن تكون هناك عملية شلل كبير في 7 مارس القادم تقودها الفيدراليات العمالية، التي يبدو أنها على خلاف كبير جدا مع الأحزاب اليسارية، وبصفة خاصة حزب فرنسا الأبية بقيادة جون لوك ميلانشون، والذي وصفه
وصفه فيليب مارتينيز بأنه يقوم باستغلال هذا الملف للحصول على شعبية أكبر، ولكن الفيدراليات العمالية ما زالت مستمرة في دعمها ودعواتها لهذا الاحتجاج الشامل في 7 مارس القادم. سننتظر ما ستكون وستسفر عليه الأيام القليلة القادمة. بالتأكيد ننتظر معك خالد، وربما يعني مثل ما تفضلت ربما الأيام المقبلة ستكون حبلة بالكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، وخصوصا الزيارة المرتقبة لماكرون لإفريقيا. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من مارسيليا، وافر الشكر لك لوجودك معنا في هذه التغطية. انتهت هذه التغطية الإخبارية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. من القاهرة عاصمة الخبر.